فديت انا الزحلام، فديت انا الزعلان، فديت انا اللي ميت، فديت انا اللي زعلان مني. يلا عاد غزول. شوف ابوي، هذا كله حلالك انت، والبيزات هذه بيزاتك. نعم، وقت ما تبي تعالي ابوي وخذي، لا تردش. نعم، غير يدك، حق منو هذا؟ حقك انت وحق عيالنا. انا زعلان منك يعني. انا ابو من اول ليله تقولي لي حرامي، هاي باشر شو بتقولي لي؟ زنديق شاقع سطاعه. من وين جبت البيزات والذهب يا قضمان؟ تعال عمي بغيت يباك. تعال بوي بسرعه. خيبه تخيبك، بس راش خبرتيه عشه متزوج ساحره. لحظه يا ابوي، لحظه. مرحبا، هلا 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 ابو عقاب. قرب قرب، شو اليوم وارب علينا ابو عقاب؟ شو فيك؟ تعال 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 ابوي، تفضل تفضل تفضل. لحظه جيب شغلك ابوي، شغلك هذا ابو عقاب. تعال يلا يلا تفضل. حط ايديك ابوي، ساعدنا بلاك، ساعدنا. ها يلا يلا، بسم الله بسم الله. هي يرس الحين نجاب لك ريال ريال. كفو. يا سلام يا ابو عقاب، يا سلام يا ابو عقاب. زوما جيتنا زوما جيتنا. بشير اباك بكلمه راس بسرعه. انت ما تنفع كلمه خشن. انا اتنافض لان السالفه اللي عندي شويه صعبه. خلص بسرعه، خلص الريال. شوف ترى العيله من الشيطان. اي نعم صح، بس خير البر عاجله. وبعدين يعني يا زيد قرقرون والصبح خلصني، عندي شغل ابي احلق. ما شاء الله كبر بيب. ها 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 ها، انت هني؟ لا يا الله. شمه يا بنتي، شو فيك؟ بلات مويمة لغبك تذم من هدل. هذا كله الحين بسبت بنت صوغان، ولا عشان اختك غزيل هدت لك البيت؟ لا تسأل، كل شيء فيني ضيجة الدنيا كلها. يا الله ضيجة الدنيا. يا بنتي ترى يقولون لا تفكر في المفقود، لا تفقدين الموجود. وأنا يا أبوك أبوك قدامك موجود. سريعة هاي العيوز الخبلة المخرفة بركة البيت موجودة. أبوي لا تنسينا، لا تنسينا، نحن قدامك. اتركي عنك الأحلام وتركضي وراء أحلام. ترى باكر نحن بنندفن وبنروح عنكم، وأنت لا بتحصلين أحلامك ولا بتحصلين أهلك. انسي انسي يا أبوي. هني المشكلة إنك أنت ما راح تنسين. انسي. هي ضحكت زين. يلا ابوي الله يحفظك. شنو يحفظك يا بنتي؟ يا مرحبا، حيا الله مليانة. سمعيني زين وحطيني على بالك. خير شو مستوي؟ انا يعني موضوع ابا يكون بيني وبينك، ما بقى اي حد يعرف عنه شيء. زين اسمع، قول. أباك تراقبين هالثلاثة اللي عندك. أراقبهم ليش؟ مليون الفريج وكثرة السرقات، وأنا شاك فيهم أنهم اللي يسرقون. شو؟ شو تقول؟ حرامية؟ شت. أنا قلت شاك، ما متأكد. أشوا. رغم أني أنا شاك فيهم أنهم أكثر ناس اللي يسرقون في الفريج. زين والحين شو تبغيني أسوي يعني؟ أباك تجلسين وياهم، السهرينهم والسولفين وياهم، سمعينهم شي يقولون، وتصوغين رمساتهم كلها. إنزين وبعدين؟ وبعدين إذا حسيتي فيهم أنهم حرامية أو ناويين يسوون شي، أباك تجين على طول وتخبريني. ما بحد يعرف هالموضوع غيري أنا، حتى أبوك ما بيعرف. فهمتي؟ إن شاء الله إن شاء الله. ها شي يقولون؟ ما اسمعهم، يستعصرون يستعصرون. اخاف تخبرهم ان ندوس. كل من هذا قايل خلنا نشيل المندوس ما طاع. سنش دراني، يعني ما بتنبش المندوس، هذه عروس بتنخمد.
أخمد أخمد رأسك أنت هو. سمعوني، إذا انكشفنا لازم نشرب من الفريج. زين؟ تعملوا. هالدنيا هالدنيا. يعني معقولة واحد يشتغل عندكم يطلع هو الحرامي؟ ترى يقولون حاميها حراميها. وقد ما ريلي أو إنهم طوعكم. استغلوا أن نحن نستحي نقول شيء مس مطاوعتنا، مس مطاوعتنا أخلاق واحترام وحشمة وسمعة مبشرات هذيل اللي ما نعرفهم. إنزين لو سألوني وقالوا لي شو يبغي منك بخيت شو أقول لهم؟ تراهم بيسوني يتسألون لازم أعرف. عيننا ترخص نحن. يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله. وما وصيك، ما نبغى احد يعرف. عفا عليك، ابشر ما حد بيعرف. زين انتوا عاد ما بتقولوا لي؟ اخاف انه يعني عرف عن سرقه بنت صوغان وزعل. والله يا ابو شمع علمي علمك، نحن ما نيسر نسال والسموحه الحين بنترخص. حياكم الله، شرفتونا شرفتونا. يا مرحبا يا مرحبا. عاد ما وصيكم، سلموا على طويل العمر ان شاء الله. يا مرحبا، وهذا البيت وعرفتوه. ها يا حيكم. يا مرحبا يا مرحبا، تفضل. ودعت الله. حياكم الله ابوي، حياكم الله. سلموا سلموا. قولي بسرعه ابويا، شو كانوا يبون؟ شو قالوا لك؟ زين فتحوا سالفه بنت صوغان؟ شو قال ولد الشيخ؟ ولد الشيخ يبغى يزورنا اليوم عقب صلاه العشاء. صدق؟ صدق؟ بلاش مبقق عيونك. صدق؟ فرحانه وايد. انا ابوك ما كنا بنت صوغان مسروقه عنك. انا والله انا اخاف الريال يجي ويعاتبنا، وانا ريال ما اقهر العتب وخاصه من المعازيب. اي والله ما اقهر. تحرك أتعب، تيني حمى، تيني نفضة، رقلة ما أعرف شو أسوي. ويمكن يخطبني. هني المشكلة تتميع. يمكن يعيط. يا بنت صوغان قلنا لك لا تطالعين فوق، لا تطالعين فوق، اللي تطالع فوق ترى تنكسر رقبته. هذا أنا أطالع فوق رقبتي ما انكسرت. هني المشكلة ما حد يسمع كلامي. لا بركتم فيكم من بنات. شو رأيك شو رأيك بشير؟ تبغى تسرق أبوك يا بيب؟ هي نعم بسرقه، بسرقه لأنه حرمني من كل شيء وأولهم الزواج. بشير ربك ألهمني إني أجلس في الحوي وأشوفه وين خش البيزات. بس هذا غلط وحرام يا بيب. هو اللي سواه فيه مو بحرام؟ مال الحرامي ياكل العيار. وتعرفني يا بشير أنا عيار من يوم صغير، من يوم صغير. يوم انك معزم شو اللي جاي تاخذ راي؟ سوي اللي تبغاه. لا طال عمرك، انا جاي انك اباك تعزمه عندك يكون انا اخلص الموضوع. انزين عزمت ابوك واختك ان شاء الله، شو قامت تتصرف وياها؟ اباك تعزمه هو وتعزم خدوي وياه وتقولهم اباكم بسالفه خاصه. سالفه خاصه؟ شو هي السالفه؟ بشير البنيه كبرت ولازم تتزوج، وأدريبك أنك أنت تبغى تتزوج أختي. أخطبها يا بشير. شو؟ يا بشير أخطبها. ها غزيل، شو كان يبغي بخيت؟ شو عند شو قال لك؟ ما عنده سالفة، جاييني أنا أو إنه شاكين فيني أني أنا اللي طلعت بنت صوغان من البيت. شو الكلام؟ يهبون بور النار. لا 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 تخلينا صكم بدعوة حين بالفقر. هذا اللي صار، أو إنه في حرمة شافت بنية تسحب ناقة في السكة، فشو قالوا؟ ما شي غير غزيل تبغي تسوي خصاص في أختها لأنها تغار منها. يعني أنت ما خبرتي بسالفة المندوس ها؟
خبنا انت تبغيني اسجن ريلي على قصر قبتي، بعدين انت غلطك من غلط الروح. يا سلام شهر رمس الغاوية، نعم انك حرمة سنعة، دستك منتي بلي ولي، دستك منتي بلي ولي ولي ولي، اسمنك حرمة اصيلة مرباية. زين اسمعني، لا تباني اسرق معاكم ما عندي مانع. ردينا، ترى شوفي بزعل منك وما بكلمك لين باكر. صدقني قضمة ما حد بيشك فيني، بنخدعهم وما في بنت تسرق لو تدور في الفرجان كلها. وخليني لا تسرق معاكم، ترى ايدي خفيفة، تستكم اللي ولي 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 ولي. انا اللي وليت. اقول لك تستاهل، بس حرام حرام يا سيدي، هاي مسكينة فقيرة. ما عليك منها، هذه تغار من اختها وتلاقيها هي ظهرت من صوغان وحوشتها بعد. لو حوشتها كان لقيناها في الفريج من صوغان، لكن حد شلها وداها بعيد. صراحة أنا شكيت فيها هي، لأن البنت هذه عندها سوابق من زمان، يوم كانت صغيرة سارقة ذهب من السوق، كانوا نزخها وبغينا نحبسها، لكن الناس تدخلوا وشيمونا وكان يميتها. ايديها خفيفة؟ ايديها خفيفة ها؟ ايه. بلات شارسة تلاحقيني كني الصفصوف لاحق امه. شوفيت انت جاهزه الحين تدخن البيت والعرس امس مخلص؟ ما دبل خون بعد. اقول لك جايني ضيف، جايني ضيف، ضيف مهم وله مكانه. استكانه تراش غربرتيني، تراش خبرتي بي، ترى والله اشلك واحطك في الاستكانه واصق عليك وعقك بحر. استكانت شو مكانه تشحق ما تصير خيمتك هناك وتصلين التراويح. ايه ندوك ابوي رمضان خلص، ايش قاعد اصلي التراويح؟ انت لا تخبلت جنك وزرع عقلك، عجب ما تستحي. انا زرع عقلي؟ ايه انا اللي مخرف انا. ايه انت ما حد غيرك. يا رب يا رب انك تعدي هذا اليوم على خير. يا الله يكرم. شمو شمو وينك انت؟ شمو تعالي عاوريني. شمو دخلي ابوي، دخلي حجرة التالات تتحرك. دخلي هتشارت هني مجابل المنظرة ولا أدور عليك؟ ما تقومين تساعديني؟ بويا ساعدك في شو؟ أنت لا ذبحت ولا طبخت ولا كلفت عمرك، أنا ما عرفتش حقه مستبخل عليه. تبى تفضحني؟ تبى تفضحني أنت؟ شهر رمسة هذه أنا تراني قلت لك علمتك، خبروني الجماعة قالوا الريال بيشرب قهوته وبيروح، وحلفوا علي لا أطبخ ولا أنفخ، أفضحكم في شو؟ أكسر المنظرة هاي على راسك. سامحني. عازمني؟ إيش حق عازمني؟ إيش مال هاي العزومة هاي؟ إذا ما بعزمك أنت يا صافي لزقرت بعزم منو؟ لا عازمنك أنت وبنتك بعد. بنتي؟ ايه انا وبنتي. زين ايش مالها هاي العزيمه؟ لا 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 تاكل قرصك ني، باكر ان شاء الله عزيمتك عندي وبتعرف حق شو العزيمه. لا تسال وايد، كل شيء في وقته ان شاء الله، باكر بتسمع اخبار تفرحك. سلمت. ومن قال سالم؟ ابويا شفت مطازيه جايين صوب بيت صوغان اليوم. ومتى هذا؟ الظهر. الظهر وعرفت شو سالفته؟ والله ما تخبرت، تعرف ما يلحق اسال. هي يا ولدي الحين انا عرفت، وشاد ان ولد الشيخ مطرش له شيء ثاني، يعني مره ثانيه بدل بنت صوغان. والله شو اقول لك يا ابويا، هذا صوغان محظوظ ببنته. هي والله يا ولدي، هذا صوغان ابويا جالس في بيته وكل شيء ينزل عليه من السماء، مره الخير يجي وهو في محله في بيته. زين ما بتنشد صوغان تتخبره؟ وش حان ابويا تنشده واتخبره وانتو اشتبابه؟ يعني انا اقول اذا الريال ما يباها انا اباها. تبشو بنتهم شمة. تخبرت انت يا ولدي، الله يهديك ان شاء الله. ابويا هذه البنت معرسه مرتي.
ومطلقة مرتي وأكبر عنك بستي، وش تبابها؟ شمة بنت عاقل وحشيم، وعقلها عقل وحدة فاهمة، سوالفها حلوة، ولو إن ما فيها شيء غير ما كان اهتم بها الريال لهالدرجة. يا ولدي لا تضرب عرسه من الريال أبوي، هذا لا بيصير ولا بيستوي، وترى أبوها وهي البنت يحلمون. طبوا طبوا يلا يا ولدي، بس غنمت. حوذ بالله من هالولد. أقول أخوي الحرامي، أنت شعنا ما تأكل ولا حربتك شبعتنك من الأكل؟ صدق أنا أحس إني متى شوي تغزز طلع جوز ما شاء الله. خماس هذا حرمت من كثر ما جزا أكل. أنت تقول درام صدق ديزل. يا ألسين تضحكون مو بحاسين باللي يسوي وراكم. يا أخي أنت شو اللي خايف منه بعرفه؟ ها البنت طول الوقت تقول لي انت حرامي وربعك حرامية، يا تشغلوني وياكم ولا بخبر عليكم عن السرقات هذه كلها. قلمة تباني اذبحها وادفنها بالحوش عادي ترى ما استحي. وانت ما عندك غير الدفن والذبح. ابوي حرمتي هذه ما بلاطنا في السكة، انا صح دافع عليها مهر مسروق لكن حرمتي ما عندك حل وسط. شوف عاد حل الوسط عندي، ايش رايكم نخليها تسرق ويانا؟ لا 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 الا السرقه خبره. انت تبي توهقنا؟ صدقك صدقها يا ابي، ايش قايل؟ تبي البنت تسرق ويانا وتاكد الموضوع وتشد علينا؟ يا جماعه الخير شو الحل؟ ما بقادر اطالع في عيونها. عادي يا قضمه طالع يا بهدة. اقول ابعطني انا حق يا ريال. اي مدري اي مدري. يا زعبوبه يا زعبوبه وين هاي البنت الحبوبه؟ يا زعبوبه يا زعبوبه وين هالبنت الحبوبه؟ قرب الله الربابه ثرها صعده. ويدي شاد عليها بوتر واحد، كيف ما تباها تكون صعده؟ وش لك بالبحر وهواله يا طويرش؟ يا سبر الله يا ديت، انت ما سمعتي الشاعر شي يقول؟ شي يقول؟ والرفقه اللي شرات قوس الربابه روح وتلقى عند ربك عوضها. تعرفين انت قصد الشاعر شي يقول؟ المعنى واضح ما يباله تفسير. لا انا بفهمت وبوضح لك، رفقه قوس الربابه ابوي ترى قوس الربابه معوايه، والرفقه المعوايه ما حد يباعها. ابوي العرب تبع الرفقه العدله والسنعه اللي فيها الذرابه والمعاني. والله انت اللي منطحن وفاتش اللي حلجك. هي انت ابويا سابرو ايش عندك اليوم؟ صار طفلفل ايه؟ حلبو ما تحاتين اليوم؟ ما تبين ارمس فيات؟ اسمعني يا طويرش وحطني على بالك، انا هاي البنيه ما باها تعيش عندي. منو؟ بنتي صبيحه؟ ودي وش دخل صبيحه؟ انا اقصد لك هذه قمر الزمان. قمر الزمان ايه؟ ابوي احمدي يا ربك، انا ابوي فكتنك من العموله، ابوي تخدمك وتطبخلك وتخملك البيت وتروي الماء، بعد شو تبين منها اكثر من هذا؟ ما باها تخدمني، قايمه بواجبي بروحي انا. انا سمعتها بذنيه تقول حق البنيه وتوزيها بعلمك السواقه. تعلمها السواقه؟ يوم قالتها الرمسه وش حالت بين تروقينها؟ هاي البنيه قويه. قوية باس باكر تبى تعلم بنتها قوات العين. شو تبى العرب يقولون عنه؟ يا بنت الناس الله يهديك ثرها ما كفرت، ابويا هذا ثرى الحديد برايا خليها السوق. الله في سماك، يعنها ما ساقتها الموتر ولا يسد شبر في البيت. شو تبى الناس باكر تقول في الفريج؟ بنت طويرش السوق الموتر شرات الريايل. ايه من يدق الباب؟ وش لك انت من يدق الباب؟ دخيلي سيري نخشي في خيمة سيري سيري. ايش حقي انا خش في خيمتي ويدي؟ انا ابوي ندوك موصي عوشه تجيب لي نسع لبدلنا اياه. نسعة؟ هي طالبه نسعة في الليل وفي هذا اليوم الفضيل؟ خاف يا الله عندي ضيوف بتفضحيني.
بس بس حبك العافيه. وصلت وصلت وصلت. بجيب لك نسع وبراقع وبجيب لك سراويل وبجيب لك كل اللي في السوق. زي. بس اليوم لا تفضحيني. سيري دشي دشي داخل خيمتك يلا. اندوك اسمعني انت. شوف يوم بتي عوشي مو بتقول لها سريعه ما حد وتخليها تسير. لا لا ما خليها تسير. بقول لها يلا كش كش كش. ايش شو كش كش؟ دياي هنا. حكش 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 حكش. اعوذ بالله شو هذا اندران كلب الحين ينبح. وابوي انا تت 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 وحليل هذه مضيع كل شيء. ياك 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 يا مرحبا يا مرحبا حياك الله. مساك الله بالخير يا صوغان. بالنور والسرور. طال عمرك بروحك ولا حد وياك؟ روحي ما صدك. لا عفا على عيني وراسي من فوق. حياك قرب قرب قريب الله يطول. يا مرحبا يا مرحبا زارتنا البركه. يا مرحبا يا مرحبا تفضل. جانا ماما. هي جانا ماما. كيف واو واو هي واو واو جانا جانا كلماته ك لا 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 جوجو تسمعين شيء؟ لا لا تسمعينه؟ شو جالس يسوي؟ شو يقول؟ يمكن جالس يغني. لا 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 ما يغني. هذا بتلقينه جالس يسوي سحر عشان يباني انا اتحريل. هي انتو شو تسوي عند خيمتي؟ يا مرحبا يا مرحبا زارتنا البركه. عيد اليوم انا عندي عيد طال عمرك. اهل الفريج كلهم بيحسدوني على زيارتك لي. مرحبا باجي يا صوغان. صوغان لا تصب لك قهوه. اول شيء زقر بنتك شمه والقهوه لاحقين عليها. حاضر ان شاء الله ان شاء الله. طالعين تمنو جايينكم؟ بعدين بعدين بخبرك. ايش شو بعدين بتخبريني؟ خبريني هالحين. اسمعي شرب ابوي. ها البسي عباتك يلا بسير الميلس يلا ابوي يلا دهدي. ايب عباتي انا ابوي. انت اسمك شمه؟ لا انا اسمي سريع مثل مجفي. عيل جفي بكانك وفكينا من شرك. ويدي هي الا لا بدني ابي لكم اكل وما تبى تعطيني منه. اي اكل اي اكل انت الثانيه. انت ايش حق ما تصيرين ترقدين تفكينا من شرك؟ انا اول مره اشوف خرف يوعان وانت جالسه تسمعينه. يلا بسرعه انقفضي. زين ابويا يستوي تخبرني شو السالفه قبل نسير الميلس؟ بخبرك في الدرب. يلا 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 بسرعه. تعبيني يدو بصير وياك بعدين بعدين يدو. ابويا تعالي حسبي الله عليهم. اكيد يمكن جايني انا حد يخطبني وداسين عني. يطلع عمرك. هذه شمه. شحالك يا شمه؟ شو اخبارك؟ دامك بخير. نحن بخير طويل العمر. اجلسي يا شمه. صدق اللي سمعته؟ وش اللي سمعته طال عمرك؟ من صوغان انسرقت؟ أين ما صلت على النبي؟ أين ما صلت على النبي طويل العمر؟ محسودين شو تسوي؟ ما علي يا صوغان خلي مسأل شمة هي ترد علي اليوم. هني المشكلة. أنا ساعات طال عمرك أنسى عمري وأدخل نفسي بسوالف يعني. والله عاد ما أعرف شو أقول لك. هدية شرت هذه خلت عيون كل أهل الفريج تتبطل على بيتنا. وصار اللي صار الظاهر مالنا نصيب فيها. تفدى راسكم يا شمه. تفدى راسك وراس اهلك. يوم انتم بخير غنيمه. والله انا متلومه فيك. لا لايمه ولا شيء. بس خبريني عرفتي حل اللغز؟ هي نعم عرفت. الياهل بيض الله وجهك. اشهد ان هذا الجواب الصحيح. بس عاد شو الفائده؟ بنت صوغان سرقوها. ها
ضرب الله الحرامية هاي اللي سرقوا علموه سرقوا بنت صوغان لا نصيب. ما عليه ما عليه يا صوغان، كل شيء بإذن الله يتعوض. شمع اعطيني الدلة والفنيان. صب لي قهوة، صب لي قهوة. ما طلبت اصب لك. لا انا بصبت لك قهوة هالمرة. لا منقود هالمرة، سامحنا طال عمرك يعني انت ضيفنا وتقهوينا، نحن نحتاج للقهوة. صبي. لا يا صوغان هالمرة قلت انا اللي بصب، اعطيني دلة القهوة. قبض يا شمل، بس بشرط لما دلت الفنيان ما تشربين من القهوة، ولا تعطين الغير يشربه، ولا تشبين القهوة، وتردين الفنيان خالي. شقاية يعني؟ ما فهمت. اسمعيني، لما دلت بالفنيان وما تشربين من القهوة، ولا تعطين الغير يشربه، ولا تشبين القهوة، ويرد لي الفنيان خالي. سعودي بيبي سار البر، والبيبي باله مفتاح، والمفتاح الطرفوف، والطرفوف باله مطر، يا رب ينقطع المطر ويتيبس الطرفوف. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. بيبي نودي نودي سلمي على سعودي. السلام عليكم. هلا. ها اشوفك متنومس تغني، ايش سالفتك؟ شو المشكله؟ لا ما شي مشكله، بس انا ما مريت علي، ما سولفت وياي اليوم. ما عندي سوالف. ما عندك سوالف؟ خلني ساكت ساكت لا تنبش جروحي، المحبه ضاعت. أقول لك دق علينا الباب بشير وعازمنا على عشاء. خبرني. وعازم بعد أختك خدية ويانا. بعد خبرني. أظني بتتعشى ويانا أنت في العزيمة. لا ما ظني بصير وياكم، لأني أنا مواعد ربعي بنصير ندق طبول في البر. شو استوى مستد؟ أول عرس وطوفناها، بعد إيش حق الحين سالين البرور الدقدقون وسو؟ لا 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 هذا منقود مو بقبول. بعد واحد ما زوجتوه، شو تبون فيه؟ بصير أدق وبدق وبغني، واللي ما عايبنه يصير يخبر القاضي. عجيب يا بيب، هذا كلام جديد؟ لا لا أبوي هذا كلام مو جديد، هلا في حلة، أنت اللي ما تبى تشطح كلامي قبل. أوه طال عمرك أنت لا تفاولت عندنا ولا تقهويت، ما يستوي، أنا تبى صدق متلوم فيك. لا تلوم يا صوغان، ملحوقة إن شاء الله. بتمر علينا مرة ثانية؟ وعد هيكم الأسبوع الجاي شرات هالوقت، لكن بشرط ما بشرب قهوتكم الا اللي عرفتي حل اللغز. ان شاء الله بتشربها، وعد مني. وعد ان شاء الله انك تشرب القهوه المره الجايه ان شاء الله. انا ودي اسالك سؤال طال عمرك لكني مستحي. لا ارمس ما يردك الى لسانك يا صوغان. احسنت احسنت. طال عمرك انت جالس تختبر البنيه، ايش حقها؟ ممكن اعرف السبب؟ ما علي يا صوغان، الاسبوع الجاي اللي جيت وشم محلة اللغز قالك طيب، كلكم بتعرفون شو السبب.